بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم زدنا علما، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اخواني الكرام، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. من هنا وصاعدا ان شاء الله سنخصص حديث الحصص فيما يخص كيفيه التعامل مع الدرجات الماليه، كيفيه صيانه الدرجات الماليه، كيفيه تصليح الدرجات الماليه بالصوت والصوره عن طريق الانترنت، باللغه الدارجه، باللغه العربيه، باللغه الفرنسيه، بالمصطلح اللي نتعامل به باش نجمو نسهلوا المعلومه ونوصلوا المعلومه للمشاهد اللي يقرا فيه للصلاح باش يبدا يتلقاها ويستوعبها بطريقه سهله. باش نخفف الصفحه معناتها باش نحط فيها عديد الافلام السيكونسات كيفاش نجمو معناتها نوجدوا العطب معناتها بطريقه سريعه، كيفاش معناتها نجمو نصرفوا في القطعه، كيفاش نلقاو الفار، كيفاش وهذه الطريقة أنجع وأحسن وأنجح طريقة قناعة معناتها اللي زابرونتي معناتها الصناع باش ينجموا يتعلموا تكون كمرجع الصفحة هذه، ما يقعدوش راجعين نعرفهم كيفاش هذه وهذه نسيتها، يولي يمشي ينزل على طفلة ويرجع معناتها لك المعلومة هذيك والسيكونس هذيك فيما يخص كاربيراتير ولا إيشافمون ولا مونتير ولا بيستون، ويرجع يتدارك ويستوعب وهكاك يتعلم طريقة سهلة وقتية. والصفحة هذه معناتها اللي تعلمناها الكل باش نفيدوا بها الشباب بتاعنا ولادنا الصناع نفيدوهم ونقدموا لهم خدمة معناتها هذا، واللي عنده معلومة اللي يحب يفيدنا ماذا بيه ما في يبعث لنا ويقدم لنا ما فيها باس، نتعاونوا مع بعضنا هذه الانترنت نوفقوا هذه المصلحة ماذا بينا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كتم علما ألجمه الله بلجام من النار يوم القيامة، يقول كذلك الحكمة ضالت المؤمن أينما وجدها التقطها، من ذي الفكرة والحكمة والصنعة من ذي واحد يأخذها يتلقاها ويفكها ويسرقها تنزل. الحكمة هي الصنعة، هي يكون الإنسان عالم بأمر الدنيا وعالم بأمر الآخرة كذلك. كلنا نعرف في تونس كان التصليح كان المطلوب كانوا في 200 دولار حاجات كلاسيك معناتها قديمة، صرفوها صحيح تو الدنيا تطورت ميكانيك تطور، يزلنا نعرف على الاقل الضروري الضروري اللي يزلنا نعرفه، ولا فما الانجكسيون الكترونيك ولا فما الكود ولا فما عمليه كابتون ديتون، يزلنا هذا نعرفوه على الاقل، يزلنا نعرفوا كيسو بالماتريكس، نعرفوا نخدموا بالفياكوليس، نعرفوا كيفاش نعملوا ديبانيو رواحنا، وان شاء الله من هنا وصاعدا ان شاء الله ربي يوفقنا وربي يقدرنا ونتعاونوا مع بعضنا، واللي عنده ما يفيدنا واللي زاد عنده في الميدان هذا يعني في الميدان بتاعه مثلا ماذا بيه اعمل صفحه كيف كيف نعاون بعضنا كل الشباب نحاول نعاونوه ونقزوا به فهمت وربي يوفق والسلام.